القرآن يقرأك. إذا قرأت القرآن في فرحك زاده، وإذا قرأته في حزنك أزاله. وإذا قلبت نظرك في جلاله وجماله ووعده ووعيده، عظم خوفك وحسن رجاؤك وقوي حبك. أنت به الآمن بلا حرص، والغني بلا مال، تعلو به على كل متكبر وتلين مع كل متواضع. فأهله أهل الله، وطوبى لمن والاه، حركوا قلوبكم إليه. وإن كانت نفسك تبغي من يدلها ويرشدها، فليكن دليلها ورشادها كلام الله. تهرع من تشتتك حاملا مصحفك، وتركن به في زاوية ما، تتبصر بتلاوته طريقك كأنما يخاطبك الله وحدك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قوامة لا تجد بعدها تيها ولا ضياعا، ترتاح به من كدرك وتظفر به سمو قلبك وروحك.